عليكم ورحمة الله. السلام عليكم خوت. شي حاجة بلاصة جاني من جوميا، جاني الله دابا دوها، بغيت نشوفو. هو كي داكسيسوار ريباراسيو دو مونتر، تما نشوفو كيدير البرودوي كيدير. أول مرة غنشتري من جوميا، نشوف الفيديو. واش خصها بروبلي مزيان مزيان. تبارك الله، هاد الدري اللي جابو ليا ظريف بزاف، حنينا كاع في درهم. هاي درهم البرودوي هذا تقريبا نقولو 15 يوم، نهار واحد في الشهر شريتو. دابا ها بسم الله بركة الله، الحمد لله البرادوي. نشوفو كي داير، الحمد لله البرادوي. تبارك الله، هذا الواحد هذا هاني كيكون باصوية، هادي كون هنايا. أول حاجة عندنا هو هذا، أول حاجة عندنا هو هذا. سمحوا لي نجيب شي مكانة ونجربو. سمحوا لي اخوت، راني بدلت الأرضية، بدلت الأرضية الفراش هذا كان ملون اللي كتشوفوها، هو بدلت ودرت هاد البياض. المهم انا مشيت جبت المكانة الخوت كيما قلت لكم، جبت المكان اللي غادي نجرب بيه. اول حاجه حكا هادي راه تعرفوها ديالاش، هادي كتحل المكان من هنايا، هادي ما نستعملهاش دابا. شو من هنا كانت تحيدات، ولكن صارت تحيدات كما كتشوف معايا. كما كتشوفوا وهي حيداتها، أكيد راه فيها الريوسة كتبدل هادشي، هذا كتبدل. المهم هادي الخوت ما فيها من هذا الخوت، اكيد كلشي كيعرفها. دي كتحيد هادو، كتحيد هاد الريوسة، هادو نحاول نحيد هادي. كتحيد هكا، هادي كتحيد هكا، كنعرفش. انا اول مره ندير معكم تجربه ديال هذا البرودوي هذا اخوت، تمانيكم. هيا
خاصكمش تغلطوا، حيت هذيك الراس راه ماشي كعوج، حيت ماشي اصليه 100% كما كتعرفوا، راه شي دي السلعه الشينوا. شاخوت هاي التحديدات، خطر ما كيحيش هذا الراس هذا بالضبط. احنا هرسنا الرويس، المهم هادي ياخد المساعدة، وهادا كيتبدلو كتحيدو كدير واحد آخر، تاني بروبلي معانا هادي كما كتشوفو، هادا الريوصة ديال هذا راه معروف، هذا من ساجو هذا هذا كل شيء كيعرفه الخوت. احنا غادي نجبدو هادو العصاهات، ساهلين في التركاب حيت كاين هاديك الروسور اللي كيعرفو جميع هاد الروسور. أكيد عرفتو لي علاش هادي، هادو كتحكم في هادو كيما كتشوفو. هذه كتحكم في هذه اللي كتشوفها هنايا، ننظر مع البوبيس برودوي برودوي. لا خوت مشيت غلط، راح تدور هادي ومشيت مع واحد بروبي اخر، اكتشافات 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 نامسي. اكيد هنايا شد هذا ماشي، كنديرو قدامكم اكتشفوا قدامكم اول مرة كنستعملهم. حاجة واحدة اللي ما عنديش الخوص اللي كتشد المكانة باقي ما شاتنيش، تاياكم وتعلم تعلم الجومية ان شاء الله غادي توصل. شايف كيما قلت لكم الخوت كتحل كطور شو كطور نفشو معنا، هادو الخوت هادو ديال هادو كتفعلو كتحيدهم. ما بغيتش نفصل المكان الخاص كامل، شو تحيدها وكيد اللي عرفتو ديالاش
ما تعرف ديالاش كترجع هذا الشيء. هذه المطرقة السحرية يا خوت، المطرقة السحرية. المكنة فصلناها على وجهكم باش تعرفوا هذا البرودوي هذا. الناس اللي مسمى بتصليح الساعات، شو الساعات اللي كتعرفوا كنهضر الاوتوماتيك الميكانيك اللي صعب، هذا الخوت سكوب، سكوب ديال العين المجردة. هذه هي الخوت كدار في العين، بانت لي عيانة. لامبا مدو كوموندي على جاج اخر احسن من هادي. صراحة الدراري الجودة ديالها، الجودة ديالها والو زيرو، الجودة ديالها ماشي هي هاديك. المهم هداك تسمى كيقولو كيما كيقولو، قادر داروها وصافي. الكاليتي ديال الدراري عيانة عيانة كاع، ماشي بزاف. هادي كتحل المواقن بحال هكا مثلا، راه باينة ماشي محتاج نشرح، ولكن نشرح لكم مثلا كمثال. يلا سدي سدي سدي، هذا كمثال. كتكون كيكون المواقن كتعرفو كيما يقولو، كدير بحال هكا، كتهز كطير. هذا اكيد عارف ديالاش بلا ما نحتاج نشرح. هادي كتهز، تهز الفيسات، تهز بلا ما نحتاج نشرح. وهادو اكيد تنو فيسات الصغيرين اللي كيحلو داكشي الصغيور بحال هادي. هادي شاخوت او تحل اصلا هاد المكان. الخوت غادي نصيبها، خاص نحلها. كاين هذا الرقيق، فوكس 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 على اليد ولا كيفاش؟ ها هو الخوت. هذا كبير شوية عليه، هذا تاهو صغير خوتو. هذا الخوت لي فرضو لي باقي معانا. نبدا نقولكم ديالها في الدرس. هذا هو اللي كيحيد، اللي كيحيد المورياس، المورياس ديال المكانة. انت نفسر لكم، انا غنجبد هذا نفسر لكم شنو البلان ديالو كيفاش كيدير. اصلا الخوت هاد ايوا دابا مثلا الموريات كاينين هنايا، هاهما الموريات. شوف مزيان معايا، شوف مزيان معايا، كديرها كتجر كتجرم، حيت هما مخصش يتحيدو بطريقة عشوائية. حنا كنحيدهم بطريقة عشوائية، دابا ان شاء الله بنترين نتعلمو هادشي هذا. شوف الخوت كيفاش تحيد كاين في هذا. ان شاء الله الخوت ما غيجي شي برودوي اخر، انا غادي نصورو لكم. وخصوصا السكوب هذاك ديال المدادر بحال هادو، فيه سكوب فيه بولات، وكاين برودوي اخر بحال هذا ولكن زايد عليه شي حاجه، كاين شي حاجه اخرى. يلا الخوت نخليكم بيس الى فيديو اخر ان شاء الله. وكنشكر جوميا بزاف على البرودوي هذا، وجا كيف بغيتو، كيف شوف في التصاور اللي كاين في جوميا جاني. يلا بيس، السلام عليكم.